للمزيد حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة انضم إلينا كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، هل لك أن تطلعنا على أهم الفعاليات لديك الآن؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. فعاليات مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لا تتوقف، وبالطبع من أهم هذه الفعاليات التي ملأت أرجاء العالمين الجديدة في الأيام السابقة واليوم أيضا تحديدا هي الفعاليات الرياضية. ربما بدأت الفعاليات الرياضية اليوم بماراثون الدراجات الذي شارك فيه 1000 دراجة مختلفة الأنواع وعدد كبير من الفئات العمرية، من الأطفال والشباب والكبار ومن الرجال والسيدات والأولاد والبنات. كل الفئات العمرية كانت متواجدة في هذا الماراثون من مختلف المحافظات المصرية. شاركوا اليوم في ماراثون تقريبا 10 كيلومترات داخل مدينة العالمين الجديدة، وهي فرصة للترويج أكثر بأهمية ركوب الدراجات واستخدامها بدلا من المواصلات بشكل عام في المسافات القصيرة، وهي رياضة هامة جدا بالنسبة لعدد كبير من فئات الشعب المصري. كانت هذه من أهم الفعاليات التي بدأت عصر اليوم وانتهت منذ قليل. أيضا جزء هام جدا من الفعاليات الرياضية هنا في مصر بشكل عام هي استضافة الألعاب بشكل عام واستضافة المسابقات العالمية في مصر، إما في العالمين الجديدة وفي العاصمة الإدارية الجديدة. لذلك منذ قليل تم الإعلان في مؤتمر صحفي داخل مدينة العالمين الجديدة ومن هذا المكان من النورث سكوير عن بطولة العالم للأندية لكرة اليد أو كأس العالم لكرة اليد هنا في مصر التي ستستضيفه أيضا العاصمة الإدارية الجديدة. تم الإعلان عن هذه المسابقة الدولية الهامة، ونظرا لأيضا قوة مصر في هذه اللعبة ووصولها للمركز الرابع في الأولمبيات، ولكن أيضا دائما مصر مرشحة لأن إما أن تأخذ ميداليات، مرشحة لميداليات في الأولمبيات في كرة اليد أو حتى في كأس العالم بشكل عام. كنا قد استضفناها من قبل في مصر كأس العالم لكرة اليد. بالطبع يشارك هذه المرة كأس العالم للأندية لكرة اليد يشارك النادي الأهلي المصري ونادي الزمالك المصري في هذه البطولة هذه المرة، ونظرا لأننا البلد المستضيف يحق لنا اختيار المجموعة التي ستكون فيها النوادي المصرية بشكل عام. بالإضافة لذلك أيضا استمرارا للفعاليات الرياضية كما ذكرتم منذ قليل، فهي فعالية الفنون القتالية المختلفة MMA تحت مسمى هذه المرة القاضية، هذه اللعبة التي ستلعب أيضا في العالمين الجديدة بمشاركة 8 جنسيات من وعدد كبير من اللاعبين. هي فنون قتالية مختلفة، يقوم اللاعب أو اللاعبة بالدخول بشكل عام في الحلبة، وتكون مسابقة عبارة عن استخدام عدد مختلف من ومتنوع من الفنون القتالية من الجودو والجوجيتسو والتايكوندو والكاراتيه والبوكسينج والكيك بوكسينج. كل هذه الألعاب مجمعة في لعبة واحدة فقط في العالمين الجديدة. بالإضافة لذلك أيضا الفعاليات الثقافية والترفيهية والغنائية، الجميع في انتظار يوم الجمعة القادم وتحديدا حفل كايروكي والذي لقى إقبالا كبيرا في حجز التذاكر. لذلك متوقع أن يكون إقبال كبير جماهيري من مختلف الفئات العمرية يوم الجمعة القادم، فضلا عن استمرار بالطبع الفعاليات الثقافية والترفيهية في الممشى السياحي من الفرق الشعبية والفنون الشعبية بشكل عام التي تلقي أيضا إقبالا كبيرا من الجماهير والعائلات والأطفال. هذه هي الصورة من العالمين الجديدة، والآن أعود إليكم مرة. أشكرك جزيل الشكر كريم بابرس مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا على هذه المتابعة.